فاجأتيني بعد هذا الخبر اللي قلت لي بأن حسب بعض شي مواقع كيقول لك بأن النقيب زيان وقف شعار مدير السجن بأنه توقف عن إضراب الطعام. وغريب لأنني أنا في الساعة فاش خرجوا الأخبار وانت تلقيتيها أنا كنت معاه في السجن، دونك ما عنديش تليفون وما عندناش الوسائل، دونك عاد خبرتيني بداتيني طلعت شوية. كيقول لك حسب مصدر، هذاك المصدر ما عرفش شكون هو، شي مصدر خيالي، شي مارت ولا شي رجال الفضاء، ما عرفت منين جايين. قال لك مصدر، شكون هو هذا المصدر؟ عطيني وعطيني سميتو، عطيني شكون هو بالضبط. لأنني أنا كنقول لك علي رضا زيان كمصدر وجهي بوجهي كنقولها لك، النقيب زيان باقي مستمر في الاضراب الطعام ديالو اللي بداه البارح. انا عاد تفرقت معاه وهو ما غاديش يوقف الى حين اطلاق سراحه، لانه كيعتبر ماشي ما كيحتش عن الظروف الاعتقال ديالو. داكشي اللي جا دابا ندويو عليه، داكشي جا فواحد البلاغ ديال الاداره البارح لانه عنده التليفون والزيارات. داكشي ماشي مشكل، داكشي كاين فعلا، شكرا. هذيك شي ما عندوش مع مشكل مع الاطور اللي في السجن والحراس، ما حتى شي مشكل مع ديك الناس. هو عنده مشكل مع السبب الاعتقال ديالو، مع الحكم اللي تحكم عليه بثلاث سنين، مع واحد المسطرة جديدة اللي خرجوها له، ولا العقوبة غادي فيها حتى ل 20 عام. واحد السيد عنده 81 عام غتحكم عليه ب 20 عام، غيوصل ل 100 وسنة إذا طول الله في العمر. هذا في الحقيقة إما بغيتي تحكم عليه بصفة مباشرة بالمؤبد، يا إما كتسناو أنه يموت في السجن. فبالتالي وعلاش نبداو من دابا الإضراب على الطعام ويموت بسرعة؟ هكاك ديك الناس اللي باغيين تخلصوا منه يتهناو منه ونصدعوا، يتهناو وفي الطينة اش غادي يوقع؟ هذا واحد السيد عنده 81 عام محكوم عليه بثلاث سنين بواحد الحكم اللي هو كيعتبر بانه ما تمتاش بالمحاكمه العادله. المغرب كان قرارات ديال المجلس ديال الامم المتحده حقوق الانسان اللي كيتراسوا الامم المغرب، عدد ديال القرارات اللي كتاكد ان محاكمه سليمان الريسوني ما كانتش عادله، ديال توفيق بوعشرين ما كانتش عادله، زيان حتى هو كيعتبر بان المحاكمه ديالو ما كانتش عادله. منظمات حقوقيه ذات اهميه وطنيه بحال لايم دي اش اولا دوليه بحال امنيستي ولا هيومن رايت واتش واخرين يعتبروا بان ما تمتعش بمحاكمه عادله، وبغيتي يقبل هذا الحكم. ثلاث سنين كتقولوا انت مخير الزوجيه، في حين ان ما عندكش الوسائل الاثبات القانونيه اللي كتقول لك بان الخيانه الزوجيه تثبت بحال التلبس ولا المراسله ولا الاعتراف. ما عندك لا مراسله لا اعتراف لا تلبس، وما عندكش حتى الشكايه ديال الزوج واختي من اجل الخيانه الزوجيه. كتقول لي دايرين ليه التحرش الجنسي على اساس واحد السيده جابته، واحد السيده دايره فيه شي ميساجات وشي تصاور، ما عرفتش منين جايبه داك الشيء، واش مفبرك وما عندكم حتى شي خبره في ديك الملف، ولا عنده شي خبره على ديك التصاور وديك لي واتساب يعطيها ليا؟ ما كايناش في الملف، انا كنعرف الملف. كتقول لي بان هرب مجرم من المغرب عبر الحدود، ما كتقولش اين حدود وكيفاش وامتى، وبغيتي يقبل هذا الحكم؟ لا، محمد زيان ما قبلش الحكم ديالو، كيعتبر بان تمت محاكمته بمحاكمه غير عادله، علما ان في الاستئناف ما كانش حاضر، هذا بعلم الجميع. وان القرار ديال محكمه النقد ما كيقوليناش بان ما ناقش معنا الجرائم، غالبا في الحيثيه ديال القرار ديال النقد كيقول لك بان نظرا ان هذا الشيء ما ترتاحش امام محكمه الاستئناف، ما عندكش الحق تديرو امامي. ما جاوبناش كاع محكمه النقد، مشات في واحد الطريق تقني مصداري، ما ناقصناش الحقيقه. الواقع هو ان اليوم عندنا وزير حقوق الانسان في السجن لانه تكلم، كتقول اهانه موظفين عموميين، وهو كيتكلم بصفته محامي في اطار واحد الملف. يعني باش تكون عندك اهانه الموظف العمومي خصك تكون القصد ديالك انك تهينه، وما كانش القصد ديالو انه يهين شي موظف، القصد ديالو كان انه يدوي على واحد الملف كيتولى فيه الدفاع عن موكله. ما كانش القصد ديالو يهين الموظفين عموميين والمؤسسات، لان القصد ديالو ما كانش هو المس بالشعور ديالو، لان القصد ديالو كان كيتكلم بصفته زعيم حزب كيتحاور مع المغاربه بشان المغرب، واحد النظره عنده على المغرب. كيفاش بغيتي يقبل هذا الشيء كامل؟ ابتري وقرر انه غادي يخوض اضراب على الطعام ابتداء من البارح
إلى حين إطلاق سراحه، إلى حين أن يأخذ ملأمنة أمانته، على الأقل هو بحال اللي قال لي قبيلة، على الأقل غادي متشاهد. إيوا الحمد لله، حتى حنا كولادو غادي نكونوا مفتخرين بانا متشاهد في السجن. غالب الله الأمر بيد الله، ما نبغي والوش، الله يطول في عمره، ولكن إذا كانت كتبت عليه كتبت عليه في سبيل الوطن، سبيل المغاربة، المغاربة يستحقوا هاد التضحية. بحال اللي قال لنا البارح في الجلسة ديال اللي دازت في المشوارة، قال أنا قال هذا نضال، قالها امام قضاء، لا امام قضاء، قال هذا نضال، كاين اللي غيموت، كاين اللي غيمشي للحبس، كاين اللي غادي، كاين اللي غادي يتكرفص، كاين اللي غيمشي له رزقه، كاين اللي غادي تمشي له خدمته، ولكن هادشي كله في سبيل اننا نبنيو واحد الوطن، واحد النموذج اللي غيمكننا كلنا نعيشوا فيه ونكونوا مفتخرين به. ما تنساوش المغاربه بان في الاول ديال الثمانينات المغرب كان قدام اسبانيا، المغرب كان طور على اسبانيا. اليوم وانا كنعرف اش كنتكلم، لان عائلتي اسبانيوليه وكنعرف اسبانيا مزيان، اليوم اسبانيا من بين العشر الدول الاولين في العالم، يعني ممكن نوليو حتى حنا ما بين العشرة الاولين في العالم، لان اسبانيا اللي كانت مورانا اليوم قدامنا، parmi les 10 premières puissances économiques mondiales. دونك ممكن البرتغال حتى هو كان مورانا ودابا قدامنا، اليونان كانت مورانا هي قدامنا، دونك ممكن. هذا خص ضروري، خص ضروري التضحية. الغالب الله اش غادي نديرو، انا حازين كيدرني خاطري، ولكن الغالب الله اذا كانوا اذا كانت التضحية ديال الاب ديالي غادي تعاون المغرب والمغاربة انهم يطلعوا، حنا مستعدين المغاربة نضحيو من اجلكم، وتستحقون نضحيو من اجلكم، لانكم شاب يستحق التضحية، لان الدعم ديالكم وانا غادي في الشارع ما كننساش، فاش كتوقفوني وكتسلموا عليا وانا لا احد، ماشي شي حد، انا والو، غير واحد البشر عادي، عمري ما درت شي حاجه ولا بنيت ولا، ولكن فاش كتكبروا بيا فعلا انتم عارفين اش كاين. وبالمناسبه انا حاولت نقنعه انه، لان هو كان مضرب على الطعام وعلى الماء، الاكل والشرب، انا قنعته بانه على الاقل يشرب الماء، لان مع بعض الاصدقاء اللي دازوا من هاد التجربه وبعض أصدقاء الأطباء قالوا لي راه نظرا للسن ديالو إذا ما كلاش وشرب راه ما يمكنلوش يفوت واحد ربع أيام ولا خمس أيام، دونك شوف كيف تقنعو يشرب. بقيت معاه واحد الساعة ديال الماء أنا وكنحاول، لا هو فهاد الساعة هادي راه مزيان، أنا بان لي راه فهاد الساعة باقي واقف، لأن هو كلنا الناس اللي كتعرفوا كتعرفوا بانه الجوع ما كياثرش عليه في الاول، هو كان كيجي وكان كيخدم من 9 الصباح ل 7 العشيه بلا ما ياكل بلا ما يتغدى، طبيعته هكا، يقدر يشد 24 ساعه بدون اكل ولا شرب، ما عندوش مشكل في داكشي، ولكن امورها كتطور. رجل عنده 81 عام، اصدقائي الاطباء كانوا البارح قلقين عليه. المهم فهاد الساعة مزيان، ولكن حنا غادي نشوفو، مي هو راه مستعد للتضحية. وديك الهضرة ديال ديك الناس اللي جالسين كيروجوا هاد الأكاذيب، كفى مصادر من المصادر، اسي خرج بوجهك ولا عطيني شي حاجة. بحال البارح كاين مصدر رسمي دي، أنا ما قريتوش، أنا قالوا قال كاين بلاغ ديال المندوبية، إياه كاين، ما قريتوش، قلتوا لي شنو فيه، على أيين هو كينفي تماما وقوع ديك الواقعه ديال ان لاح شي تبصيره ولا شي صينيه ولا شي حد، قال لك هادشي غير صحيح. في السجن فاش تدخل المعاملات ديال الموظفين عاديه معاه بالاحترام الواجب، ما كاينش شي حاجه، ما حسيتش انا كاين شي مؤاخذه من اجل شي تصرف. هذيك اذا خديتي ديك البلاغ ديال اليوم مع ما يجري في الصحف هذا الصباح، كتعرف بان القضيه راه مهمه، هذه قضيه دوليه. ديك اللعب ديال الدراري ديال اجي نخرجوا الاخبار الكذوب باش نعاودوا نشوفوا كيفاش ندوخوا عباد الله، تي راه مهم، راه جرائد الدوليه كتكتب، هذا راه وزير حقوق الانسان، هذه راه رمزيه، وزير حقوق الانسان في الحبس في المغرب، وانت كتراس المجلس ديال حقوق الانسان، موخا القرارات ديال المجلس ماشي الزاميه، ولكن كاين واحد الصوره لواحد البلاد كتلعب، دونك كفى، اذا كاين شي معقول مرحبا، ولكن هذا اللعب هذا الافضل ان هذيك الناس يبقاو بعيد من هذه الامور اللي كبيره عليهم بزاف، ما يجيوش يدخلوا راسهم شي حاجة كبيرة عليهم.